بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد من فيديوهات طيران الحمام الزاجل، هنستمتع فيه ان شاء الله النهاردة مع بعض بطيران الحمام الزاجل اللي موجود عندي. طبعا اخر حاجة عملتها ان انا فطمت تقريبا حتتين او ثلاثة، تقريبا حتتين على اللي كان موجود قبل كده. كان عندي 8 حتت قبل كده، 3 كبار و5 صغيرين، ففطمت عليهم حتتين. دلوقتي كمان بقوا 3 كبار و7 صغيرين، تمام كده. فالسبعة الصغيرين دول اخترت منهم واحد بيعرف يطير كويس وحطيته مع الثلاثة الكبار، فان شاء الله دلوقتي اطير الاربعة الكبار دول اللي هم الثلاثة الكبار خالص، واحد من الصغيرين اللي انا حطيته معاهم، تمام كده. وان شاء الله الفترة اللي جاية هبدأ ان انا اطير المجموعة التانية اللي هي الست حتت الصغيرين اللي كان منهم أربعة قدام واثنين فطمتهم جداد وكلهم لسه شبابات، لسه مفكوش ريش، تمام كده. فدول طبعا متدشرين دلوقتي، هنتفرج عليهم وهنتفرج على الأربعة التانيين اللي هيطيروا وهوريكم إن شاء الله هعمل إيه معاهم، وهنستمتع دلوقتي مع بعض بالفرجة على الحمام وهو بيطير. فيا ريت ما تنساش قبل ما نبدأ في الفيديو يعمل لايك على الفيديو ويعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك إشعار بأي فيديو بينزل على قناة جديد. ويلا بينا نبدأ بسم الله، وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المجموعتين اهم، مجموعه اهي ومجموعه اهي، تمام كده. دول المجموعه الكبار اللي هيطيروا دلوقتي، فيهم ثلاث حتت كبار قدام خالص اللي هم الحتتين اللي ورا دول، تمام، والحته اللي في الاول خالص اللي هنا دي، تمام كده. اللي في النص دي هي الشابه اللي انا حطيتها معاهم، تمام كده، بتطير كويس يعني الى حد ما بتطير يعني معاهم، بتلف معاهم لفتين تلاتة كده وبعد كده ايه تركن او تنزل، تمام كده. دولت الاربعة اللي هيطيروا دلوقتي. المجموعة التانية اهي، دي المجموعة الشبابات. طبعا فطمت الحتتين القشائيات اللي قدامنا دول، تمام، الحتتين القشائيات اللي في الوش اللي بدبل دهبي دول، والحتة اللي ورا دي اللي كانت مضروبة وكنت عازلها جوه الأوضة، طبعا متعورة في دماغها، تمام، لسه التعورة اللي في دماغها ما خفتش بس نشفت شوية الحمد لله. طبعا في هنا حتة دلها كله اتنتف في ايديا، الحته اللي واقفه ورا خالص دي، تمام، هوريها لكم دلوقتي برضو. اهي يا جماعه الحته اللي ورا خالص دي من غير ديل اهي، تمام كده، بص عليها اهي، الحته دي ديلها اتنتف في ايديا، كنت مسيبها وجت بالليل لقيتها واقفه على العروق، واقفه هنا على العرق ده، طلعت امسكها طبعا فلتت مني، راح ديلها طالع في ايديا، تمام كده. فدي طبعا هضطر ان انا اسيبها، استنى اوريها لكم. اهي يا جماعه الحته دي اللي كانت واقفه على العرق ده بالليل، تمام كده، وطلعت امسكها فطبعا حاولت تفلت مني، فراح الديل طالع في ايديا، تمام. كانت الدنيا ضلمه بس كان لسه فيها ايه نسبه نور بسيطه قوي، قلت طبعا هتتمسك بسهوله، جيت امسكها بنت اللذينة ايه، حمامه طبعا عنيفه جدا، فحاولت تفلت مني، راح الديل طالع في ايديا. طبعا بص زي ما احنا شايفين كده، اوريكم الديل اهو، طبعا الديل كله انابيب دم لسه، تمام. دي قدامها كده بتاع 15 يوم ويكون الديل بتاعها ان شاء الله طلع وكمل، تمام كده. فدي مش هتطير الا لما ديلها يكمل تاني باذن الله. طبعا الخمس حتت التانيين دولت فيهم حتتين متدشرين جداد، وفيهم تلات حتت كانوا بيطيروا قبل كده، تمام، كانوا بيتنقلوا بس على البيوت هنا حواليا. طبعا هفتح لهم كلهم ما عدا الحته اللي هي من غير ديل دي، تمام كده، لان دي لو طارت هتضيع، تمام كده. فنسيب دول دلوقتي، دولت لسه هيدشروا ان شاء الله خمس ست ايام كده، وبعد كده نفتح لهم مع بعض باذن الله. فدلوقتي باذن الله احنا هنطير الاربعه دول، الاربعه دول ما شاء الله فيهم ثلاثه بيطيروا كويس جدا وحته على قدها يعني في الطيران، بس بتطير معاهم برضو باذن الله، اللي هي الحته ام دبله حمراء دي، تمام كده. دي بتطير معاهم بس طيرانها مش جامد يعني، لسه بتعلم الطيران يعني، تمام كده، يا دوب كانت بتتنقل بس انا حسيتها ايه جاي منها شويه معاهم في الطيران فقلت اسيبها معاك. فاحنا هنفتح لهم دلوقتي وهنتفرج عليهم وهم بيطيروا باذن الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. زي كل مره بيخرجوا في نفس الاتجاه ده، الباقي فاضل حتتين تانيين اهم. المشكله ان هم عشان ما بيخرجوش مع بعض فما بيطيروش في نفس الاتجاه. بص وراهم، لا دي راحت في الاتجاه التاني، الحته الاخيره بقى
ايوه طلعت وقفت هنا، دي لسه ما بتعرفش تطير كويس. تمام، الاربعه الثلاثه التانيين طاروا، تعالوا نطلع نشوفهم من فوق اهو يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله، هنشوفهم دلوقتي اهو. ما شاء الله اتنين اهم والثالثه اهي اهو يا جماعه، التالتة معاهم برضو. ده يا جماعة الشاب اللي كان واقف على العمارة العالية، ما شاء الله ده الشاب الصغير، وادي الحتتين التانيين اهو، دول الحتتين الكبار ورا خالص اهو، هيجوا من هنا الشاب اهو، اهو الحتتين التانيين اهو. اهم يا جماعة ما شاء الله التلاتة التلاتة بقوا مع بعض اهو. اهم ما شاء الله بعيد جدا يعني، بص الزوم يا دوب جايبهم بالعافية. الاثنين دول على طول بيطيروا مع بعض، الحتة الثالثة طايرة لوحدها والحتة الرابعة تقريبا ركنت في اي حتة اهو. طبعا الحمام مع نفسه كده ما شاء الله طاير في العالي خالص. مع الغيه اللي جنبي سيبت. تمام، بس هفرجك دلوقتي حمامي فين اهو. حمامي اهو، ثلاثه اهم، اثنين اهم، واحده ورا، ثلاثه. تمام اهم، بص كده اهم حمام الغيه، الفرد اللي ورا خالص ده داخل مع حمام انا، ده مش من حمامي، ده من حمام الغيه. تمام،
اهو الحمام بتاعنا اللي في الاول ده اهو. بص حمام الغية جاي وراه اهو. فالحمام الزاجل ما شاء الله عليه، يعني مش اللي بيلف حوالين البيت بس كده زي الحمام بتاع الغية. بص حمام الغية هتلاقيه ايه اهو، ده اخره ما بيبعدش بعيد وما بيلفش لفة بعيدة طويلة، تمام. انما الحمام الزاجل بياخد لفة بعيدة جدا، فلو خد الحمام ده معاه هيضيعه. تمام كده يا جماعة، زي ما شفنا مع بعض ما شاء الله في ثلاث حتت بيطيروا كويس جدا، الثلاثة دول اللي هم الكبار. الحتة الرابعة دي لفت لفتين كده وراحت راكنة على جنب، وبعد كده ما بقتش شايفها، يعني ما اعرفش بتطير بتروح تركن في اماكن تانية ولا ايه بالظبط، بس هي مش طايرة مع التلاتة الكبار. تمام كده، فان شاء الله بعد كده ممكن اطيرها مع الشبابات التانية اللي هي لسه متدشرة، بحيث ان هي ما بتطيرش كويس وفي نفس الوقت مش هتاخد الحمام وتجري بيه بعيد. تمام كده، فهتتنقل مع الحمام. وبرضه ان شاء الله لما الحمام يكون بيطير كويس هشوف ايه منهم اللي بيطير حلو وهاخده احطه مع الحاجات الكبيره اللي بتطير كويس. تمام كده، عشان بعد كده لما اطير الحاجات اللي بتطير كويس بس، بعد كده ان شاء الله اطير دول لوحديهم ودول لوحديهم. لما كلهم يكونوا بيطيروا حلو ما فيهمش حاجه ضعيفه في الطيران ولا حاجه بتركن ولا الكلام ده كله، هخليهم كلهم ان شاء الله يطيروا مع بعض، يعني هطير المجموعه كلها باذن الله سوا. تمام كده، فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استمتعنا بيه. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.